طب انا عايز اسالكم سؤال، انتوا بتشوفوا الستات ولا الرجاله اكتر يجي لهم اكتئاب من وجهه نظركم كده؟ مين بيعاني اكتر من الاكتئاب؟ انا اعتقد انه الستات. وانت يا حسام؟ لا انا اعتقد ان الرجاله. ده حقيقي الرجاله، الرجاله هي يعني الدراسه بتقول ان الرجاله بيحصل لهم اكتئاب اكتر من الستات، يعني 10 رجاله من 100,000 بيحصل لهم اكتئاب، واقل الاناث يعني الستات بيحصل لهم اقل.